هذه مدارس سالم بن محفوظ الأهلية التي تقع في مديرية دوعن غرب محافظة حضرموت، وهي أول مدرسة أهلية مجانية في المحافظة ذات جودة ومواصفات عالية في تقديم الخدمة التعليمية. أسس الراحل بن محفوظ أحد تجار مدينة الهجرين المدرسة النموذجية في ستينات القرن الماضي، وتم إعادة تجديدها في مطلع العام 2004 تشجيعاً للتعليم في هذه المنطقة الريفية، حيث يضم المجمع ثلاث مدارس وهي رياض الأطفال ومدرسة للأولاد وأخرى للبنات للمرحلتين الإعدادية والثانوية. المدارس لها هدف كبير من إنشائها، وهو إحداث نقلة نوعية في مجتمع الهجرين بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. مدارس تقدم خدمات للطلاب، منها النقل والتغذية وأنشطة كثيرة مختلفة. من أبرز هذه الأنشطة البرنامج الكشف الرياضي، من أبرز هذه الأنشطة الخوارزم الصغير. ما يميز هذه المدارس الأهلية هو اعتمادها على دمج التكنولوجيا في التعليم وتوفير الوسائل التعليمية الأخرى والمختبرات وتهيئة بيئة عمل مناسبة وإبداعية من خلال إدخال الابتكار والتفكير كالروبوت في العملية التعليمية. في المدارس هنا عندنا يطغى على التعليم الحديث، وهو استخدام استراتيجيات التعلم في التدريس. هناك عدة استراتيجيات نستخدمها في التعليم، وهي استراتيجيات عالمية من ضمنها التعلم التعاوني، حل المشكلات، خارطة المفاهيم، وكذلك أضيفت لنا في هذه السنة التعلم بالمشاريع. طبعا أنا كنت أدرس في مدرسة حكومية وانتقلت إلى مدرسة أهلية، فطبعا شفت لاحظت الفرق اللي فيها، أنه يعني إمكانيات أنشطة دراسية، يعني تكتشف موهبة الطالب، ومن هذه الأنشطة الدراسية النوادي مثل نادي الإعلام ونادي الصحة المدرسية والمكتب، وأيضا توفر مواصلات وخدمات يعني مجانا للطالب. أسهمت المدارس بشكل كبير على تشجيع الفتاة على التعليم، وذلك بمواصلة تعليمهن الثانوي، كما خصصت لهن منح دراسية للراغبات في مواصلة المرحلة الجامعية، كما أن للمدارس أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها كالتميز في التحصيل العلمي والمساهمة في التنمية التعليمية في المجتمع المحلي واستقطاب الكفاءات التعليمية. اهتمت مدارس بن محفوظ الأهلية بالريادة في جودة المخرجات التعليمية في البلاد، فقد تخرج منها كوادر من تخصصات مختلفة تلقت تعليمها ذات يوم في هذا المكان. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مديرية دوعن حضرموت.